يا ابني اطفي المحروق ده بقى وقوم نام عشان تعرف تصحى لمدرستك الصبح. حاضر يا ماما حاضر. يا حبيبي ابوك لو جه ولقى الهباب ده شغال في ايدك هيطين عيشتك ويطين عيشتي، مش طالبه نكد على الميسه يا حمزه. بقول لك يا ماما، وايه حكايه قرايب بابا دول؟ حكايه ايه؟ ولا حكايه ولا روايه؟ اصل سليم ده مش لاقي انه يبقى قريبنا خالص. قوم نام يلا قوم. شوف بقى حوده، انا عايزك بقى تتقص لي من بعيد لبعيد كده على الواد اللي اسمه حماده تايسون ده، عشان خاطر هيما يعرف لأي معلومه عن حسن الضبع الواد اللي شغال معاه. انا يا سعادتك بقول لك يا سليم دي، في حاجه عايز اديها لك. حاجه ايه؟ حته السلاح دي بدل الطبنجه اللي رجعناها للظابط. انت جبتها منين؟ بتلاقي سعادتك دي بتاعتي، كنت شايلها الوقت عاوزها، وبما ان سعادتك يعني اديتني الفلوس اللي انت كنت شايلها عشان اعالج بيها ابني، فدي اقل حاجه ارد بيها الجميل اللي انت عملته معايا. انت اولى بيها، خدها اسلم بيه. بس وعد ربنا ان هو ما يحوجك ليها. بالاذن سعادتك. فهمت هتعمل ايه يا بغل؟ ولا الحشيش اللي عماله تشربه من الصبح مخليك غاب اكتر من تحمار؟ يا اسطى انت عايزنا ناخد الحاجه كده ونروح له بيها في عز الظهر. ايوه يا اخويا في عز الظهر. ولو الشمس يا اخويا تعباك يبقى البس نضاره، ولا هات لك برنيطه خبي بيها خبت امك. يا اسطى مش القصه، بس انت عليك قضيه، الاحتياط واجب، النمره اللي الحكومه عملتها معانا الحته كلها بتتكلم عنها. نمره ياد اللي اتعملت ياه، مش حماده تايسون ياد اللي اتعمل معاه نمر يالا. يا اسطى بس يعني ايه؟ انت هتخيبه ولا ياد انت هو يا؟ جاي احنا اتخذنا على اخوانا وكنا مسموكين طول اليوم، واديك شايف الواد الظابط زي البغل ازاي؟ ولولا كده كنا رجعناه في شوال قسما بالله. عمنا ما قلناش حاجه، بس يعني ياد يا غبي ياد انت ولا لف وشك يا لف وشك يا، ما انا قدامك واد صح سليم يالا، والقضيه اللي كانت لابساني دي انا طلعت منها وزهق الحق فيها ولبسته بدلع يا وعمال يجري زي افران الشوارع في كل حته، وقضيه فيها اعدام يعني معلمه على الرقبه يالا. يلا هنسيبها ونزاحد من فوق دماغنا. ومين اللي شالها يا حمار؟ مين اللي شايلها يالا؟ جرايه يا اسطى، انت تقلت في الشرب ولا ايه؟ ما تقول كلام يخش المخ. مش لما يبقى ليك مخ يا غبي تفهم بيه؟ لف وشك يا ده افهم يالا، انا اللي معلم على الظابط يالا، ومش اي علامه يا دي، علامه يالا في الرقبه ما فيهاش اي كلام، والظابط ده متعلم عليه علامه ما فيهاش رجوع، يعني لا يهرب ويفضل هربان لا يرجع يالا هنا ويتعدم يا. لا 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 امسك العقل كده، انت عايز تفهمني اللي انت عملت معاه فوق المايك؟ ايوه يا اخوانا اللي معلم عليه، انت قاعد غبي ولا ايه؟ مش اي علامه قلنا، عشان تعرف بس على حق كده احنا بنعمل ايه مع الضباط، وعليها الطلاق بالثلاثه اي ظابط في المنطقه دي لو يجي نعمل معاه الصح ونرجعه في شوال، يا منطقه وسخه. انا مش فاهم انتوا قاعدين بترغوا معايا ليه ومصاحبيني يالا كده يا. قوم يا تشوف شغلك يا، قوم يا تقطع الحشيش يا، قوم يا جاكم القرف عليكم وعلى عادتكم سيارتوا الحجرين. وحشتني قوي يا سليم، ما تتخيلش انا عملت ايه عشان اجيب لك الورق ده. الظرف فيه فليشه، كل التفاصيل اللي موجوده في الورقه هتلاقيها فيها، يعني عشان لو حبيت تطبع نسخه تانية. يا رب تكون المعلومات دي مفيده بالنسبه لك. على فكره صلاح من يوم ما مشيت وهو مشدد المراقبه عليا انا ومامتك وسلمى قوي، حاجه تخرق بصراحه. وكمان السوشيال ميديا مقلوبه وعاملين دعوه ان الناس تدور عليك وتبلغ عنك، بس مش عارفه مين اللي ورا الكلام ده. عشان خاطر يا سليم خلي بالك من نفسك. بصراحة يا سليم بيه الأنسة فريدة دي بتحبك وطيبة قوي. آه أمال بتحبك، ما هو أصل يعني ما فيش واحدة تعمل كل ده وتخاطر بنفسها عشان واحد إلا إذا كانت بتحبه، ودي مش بتحبك حب عادي يعني، دي بتموت فيك كمان. بس أنت بصراحة يعني كده مزودها في حركات جمعة الشوان ورقفة الهجام اللي أنت بتعملها دي. أيوة في إيه يعني يا باشا عادي، ما تبعت لها حودة بأي حاجة هيجرى إيه؟ سلمها فالي عشان نص ساعة ولا صلاح توخي قاعد معانا مش كده؟
يا هو يعني صلاح ده كبير قوي بيه يعني حاجه كده زي الاف بي واي. يا بني ادم افهم، صلاح الطوخي حاطط عيلتي وعيلتك وفريده في دماغه. اي حد هيكلمهم، اي نمره هتتصل بيهم هيجي وراها على طول ويبقى هنا. فهمت؟ يا ترى عامله ايه يا سميحه انت والبنات؟ لا مؤاخذه خالتي، انا عارف ان انا جاي في وقت متاخر، بس حبيت اطمن عليكم واشوفكم لو محتاجين اي حاجه قبل ما ارجع الجيش. ايه ده، وانت لحقت تنزل علشان ترجع؟ هعمل ايه بقى خالتي؟ ميري، بعدين هم عندنا في الجيش مشددين قوي على الاجازات ومقرطين قوي على الاخر، ده سبحان منزلني الكام يوم دول. ربنا يحميك يا حبيبي ويحرسك انت واللي زيك يا رب. بالله عليك يا خالتي مش محتاجه اي حاجه، قولي لي ما تتكسفيش مني. تسلم يا حبيبي. عموما انا موصي ابويا وامي لو احتجت اي حاجه اقول لهم على طول هم يتصرفوا. ماشي؟ يخليك لينا حبيبي. حاضر. خلي بالك من نفسك يا نوره. وانت كمان خلي بالك من نفسك، حاول تكلمني لو عرفت. هو ممنوع بس هحاول. هتوحشيني قوي على فكره. انت كمان هتوحشني. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشوف وشكم خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا اختي؟ ايه الدلع ده؟ كلها يومين وهيرجع. عارفه يا سميحه، من ساعه اللي حصل لابراهيم وانا بقيت بتوجع من فراق اشرف اكتر من الاول. هو انا كل ما اتسند على راجل هياخدوه مني؟ يرضي مين ده بس يا رب؟ انت جاي تقول لي الكلمتين دول ليه؟ مال انا ومال ابراهيم وبناته؟ انا بس حبيت افهمك، لا تفتكر ان البيت ده فيه ولا من بعد ما سوحت الراجل تبقى غلطان. راجل مين يا دفعه؟ انا لا عملت في راجل ولا عملت في ست. انت عايز تلبسني تهمه ولا ايه؟ بعدين من امتى وانت صوتك بيعلى وعينيك بتجحر؟ هو هيكونش الست استعد والتسعه استعد اللي بتعملهم في الجيش خلوك راجل وتقل ادبك على عمامك وعمام حتتك؟ انا مش مستني الجيش عشان ابقى راجل. اقول لك، وحتى لو الجيش جمد قلبي فدي حاجة ما تعبنيش. ليه بقى؟ لأن أنا لا بجيب فلوسي من تجارة كيف ولا بتحمى في شوية عيال. اقعد يا زلطة، وأنا احتراما للبدلة الميري اللي أنت لابسها دي مش هرد عليك. روح توكل على الله وحسابنا بعدين. هقول لك على حاجة يا معلم، مالكش دعوة ببيت عم إبراهيم. شيله من قدامي يا أيمن بدل ما أعملها معاه. تعالى أشرف يا حبيبي. نزل إيدك يلا. هو جرى ايه بالظبط؟ الله، هو كل من لبس المموه هيعمل لي فيها فندام؟ طب ما الواد ابني كل سنه بيلبس البدله دي وما بيعملش كده في حد ولا يقل ادبه. الله، ها. بس بصراحه عنده حق، البنت تستاهل قوي. خلاص يا زلطه، اصل افتكرتها يا معلم. يدي الحلق للي بالي ودان. معلش. يلا يا سعاد اخلصي. انا عايزك تاكد على سيد بس يبعت لنا النجار على وسط النهار عشان ياخد المقاسات ويبتدي شغل. حاضر يا سعاد. وبتاع الدش كمان ابعته لنا، يا احسن الهوا حرك الطبق كده وفي قنوات كتير طارت. والله العظيم ما طار النافوخ يا سعاد. يا ست ارحميني من طلباتك بقى. يا حاج، هو انا ليا حد غيرك اطلب منه؟ يا سلام يا اختي، وابنك اللي نايم اللي عامل زي البغل ده ما تصحيش طلباتك. اخسى عليك يا حاج، ما تقولش عليه كده. اه يا اختي، دلعي دلعي. ما هو طول ما انت عماله تدلعي فيه وتعمليه على انه النغه اللي لسه في اللفه عمره ما هيفلق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي نزلك كده على ملا وشك يا حبيبي على الصبح؟ انت هتصيع وليه وليه؟ انت بتصيع عليا؟ ما تبصي في وش ابنك وانت تعرفي ايه اللي حصل. الباشا كان سهران سهره من بتوعه ولسه خلصانه دلوقتي. انت مش شامه ريحه الخمره اللي هبت علينا بمجرد ما دخل؟ طب انا مش فاضل التقطيم بتاع كل يوم ده، انا داخل انام. استنى هنا. ما تهدى علي يا حاج، هو في ايه؟ خلاص خالص، ما اسمعلكيش صوت. انت فين يا ما فيش يا حاج، كنت مع شادي ولو مش مصدقني كالعاده بسالك. انا بسالك انت. هو في يا حاج على الصبح؟ في ايه؟ انا اللي في ايه؟ انت ايه؟ انت ما بتحسش؟ انت البعيد ما عندكش دم خالص.
يا حوارات بعمل اكسجين. روق كده يا حاج، وايه اللي حصل لكل ده؟ بس هقول لك انا اللي حصل. اللي حصل اني بسبب صياعتك وبوظانك الدنيا خربت، اتقلبت على دماغ الكل. اللي مات واللي لبس تهمه، اللي غرق في الشر والوحله لغايه ودانه. يا رب يا رب، وانا عملت ايه عشان تبليني بعيد زي ده؟ اسمع، لا انا لولا الحرمانيه اقسم بالله كنت ضربتك بالنار وخلصت الدنيا من شرك وعرفك. بس بعد ايه خلاص كررتني للطين وخلتني مشيت ورا، صرتني الانس والجن. ده بسببك كلاب السكك ركبت على كتفي ودلدلت رجليها. وبعد ده كله فاكر ان انا حسيبك عشان ترجع تاني لحياه الصياحه؟ تبقى عبيط. انا مش هقضي حياتي كلها كل يوم الم مصيبه من مصايبك. كفايه قوي اللي حصل لي من تحت راسك، وقسما بالله وعليا الطلاق بالتلاته تامر لو ما اتعدلت ومشيت دغري. لكن سجنك بايديا دول، اخلص من قرفك. يلا غور من قدامي، يلا غور. وانت سعاد، المرة دي أنا مش بهوش، وإذا كنت باقي على بيتك لم ابنك، لا تكون قرف. هو إيه؟ فاكر إن هو هيذلني بالحوار ده؟ لا على فكرة، وكتاب الله هسيب لكم البيت، ولو اتشقلبتوا محد هيعرف لي مكان. بيت إيه اللي تسيبه يا عبيط؟ ده بيتك وبيت أبوك، وبعدين اللي بيعمله أبوك ده عشان هو خايف عليك. خايف عليا؟ بابا ما بيخافش غير على نفسه بس. وبعدين انا ما قلتلوش يعمل كل اللي هو عمله ده. لو هو بقى حاسس بالذنب وضميره مأنبه قوي كده، يدور على حد غيري يشيله الليله، عشان انا اللي فيا مكفيني. وعلى فكره انا عادي جدا ممكن اقف لكم في وسط البيت واولع لكم في نفسي. بعد الشر عليك يا حبيبي، بعد الشر. اهدى اهدى، منه لله اللي كان السبب. يا ابني احنا كان مالنا ومال البلاوي دي كلها عشان خاطري. اهدى، وانا هقوم اعمل لك حاجه تاكلها. مين؟ أنا. افتح الباب، الأكل هيقع. الباب مفتوح يا حبيبي، خش خش يا حمزة، زق الباب. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بحمزة فندي كعب الغزال. إيه الحلاوة دي؟ الغدا ده ريحته باينة وأنت جاي يا دي حمزة. وما أنت شامم، بتسأل ليه؟ ولو أنا أكلك وخلاص. ولا قلة الأدب دي، تعالى أقعد. نعم، عدنا نغسل لكم الأرض أول ما تخلصوا أكل، ولا عندكم غسيل عايز آخد لكم فمين؟ استغفر الله العظيم يا رب، تعالى يلا أقعد. اقعد بطل غلاس، تعالى. انت ايه لسانك تقول لمين؟ لامي. لامك؟ انت عارف يا ابني بتفكرني بعيل غلس برضه زيك كده. الله يرحمه ما كانش بيحبني، بس في الاخر بقينا اصحاب. وبعدين مات؟ اه مات، وسيبني لحد النهارده بدفع تمن طولة لسانه. بقول لكم ايه، انا مش داخل عليا حوار ان انت قريبنا ده، بس انا ساكت بمزاجي عشان حركه الجدعانه اللي انت عملتها مع عاد ياسين اخويا. يلا انا والشفا، سلام. يا ساتر يا رب على الخلفه. لا يا باشا، ده البنات نعمه. يا نهار اسود،
اذا كان الجيل ده عامل كده امال الجيل اللي جاي بعد منه هيبقى عامل ازاي يا باشا؟ ربنا يستر علينا. هلا يا باشا بسم الله غير ريقك. الالف نايم مش قادر. كل انت ومن سمعك يا باشا. هو مين اللي نفسي ياكل؟ والله يا باشا اي حاجه الواحد بيدوقها من غير العلبه طعمها مرار. الا قول لي صحيح يا باشا، انت هتطمن على اولادي ازاي؟ هنتصرف، ما تقلقش هتشوفهم، يعني هتشوفهم ان شاء الله. ربنا يخليك يا سليم بيه، ربنا يخليك. في استجابه سريعه ومشكوره من وزاره الداخليه للهاشتاج اللي احنا اطلقناه من هنا من البرنامج بلغوا عن سليم الانصاري، جالنا دلوقتي بيان من وزاره الداخليه بارقام التليفونات اللي هي عملتها خصيصا للابلاغ عن المتهم الهارب سليم عبد الحميد الانصاري. الارقام دي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه، واحنا من هنا بنناشد الساده المواطنين ان هم كمان يقوموا بدورهم، وان اي حد عنده معلومات هتساعد الداخليه في القبض على المتهم الهارب ان هو يتصل بيهم فورا. وفي نفس الوقت بنشيد بوزاره الداخليه المحترمه اللي اثبتت بشكل عملي ان لا احد فوق القانون، وانها ما بتداريش على اي مجرم حتى لو كان في الاصل ابن من ابنائها. الو حوده، انت فين يا اخويا؟ فوق؟ طب انزل بقى بسرعه، حصلت مصيبه، انزل. والله يا حوده مراتك دي ست طيبه، بهو ده اللي قلقانه منه. معذوره يا سليم بيه، غصب عنها. هو اللي بيحصل لنا ده قليل. وايه اللي بيحصل يعني؟ ما من ساعه ما اتقبض علينا وهو ده اللي بيحصل، ايه الجديد يعني؟ لا يا سليم بيه، لا مؤاخذه سعادتك، يعني الحكايه كل شويه بتخش في الغميق. وفي اغمى من كده يا حوده؟ انا الدنيا كلها بتجري ورايا، حكومه ومعارضه ونشطه وصحافه واغنياء وفقراء. تخيلوا بقى الناس دي كلها عمرها ما اتفقت على حاجه واحده بس، انا الشخص الوحيد اللي اتفقوا عليا. يعني انت مش قلقان من اللي بيحصل لنا ده يا سليم بيه؟ ولا من ايه يا هيما؟ مفيش اكتر من اللي حصل. المهم يا حوده اشكر لمراتك على اهتمامها. انا عايزك بقى تروق نفسك كده وتفضلي عشان عايزك مشوار مهم. رقبتي. انت اتجننت في بقك يا جدع انت ولا ايه؟ انت ازاي جاي تقول لي كلام زي ده؟ انا حماده تايسون. اعلى الكلام كده قبل ما تقوله، ها؟ مش بكابورت جاي تجميل في وشي. اعلى زناتي عشان ما اعملهاش معاك. رجعنا تاني لهالفطه في الكلام اللي هتجيب دماغك دي. امال انا جاي لك ليه؟ لم لسانك يا تايسون احسن لك، ولو مش قد الشرب وفي وسط الرجاله اتنين اشرب لوحدك. يا اسطى انا اشرب عندكم في اسمكم، انا اشرب في اي حته. يبقى تشرب بالاصول وتلم لسانك. مالك انت ومال الظابط تجيب سيرته وسط الليص واللي ما يسواش وتقول عملنا وسوينا. الله، انت مشغل عصافيرك عليا ولا ايه؟ انا زناتي يالا، يعني بعرف دبه النمله بالقبل حتى ما تحصل، وحوار الظابط ده تلم لسانك فيه وما تجيبش سيرته نهائي. ده امر يعني؟ امر. انت شهدت شهاده وقصادها طلعت براءه، يعني مات الكلام على كده. لكن ترغي وترط زي النسوان اللي خرجتك منه هلبسهولك، وكله بالورقه والقلم وبالاصول. وبالاصول تخش فيه قبلي. واذا كنت فاكر نفسك يا اخويا عو وبتخوف وكده، فانا العفريت يا زناتي. العفريت اللي هيطلع لك في كل حته. واسمع بقى كلام الرجاله. انا صحيح وافقتك وانا جوه عشان افك من البلوه اللي انا فيها، واخد حقي من الظابط. انما يا اخويا انا مش عيل صغير، وعندي رجاله في كل حته وانت عارف. الصراحة بقى أنا من ساعة ما طلعت بسمع كلام مش عاجبني، مخليني أخويا راجع نفسي. كلام اللي سمعته يا حماد، كلام على لطفي بالمجد وابني. إيه؟ مش معكوكين معانا في القصة ولا إيه؟ والظابط جاب اسمهم في التحقيق؟ اللي قول لي يا زناتي صحيح، هو مين اللي قتل الواد في الاسم؟ ما أنت شهدت على اللي قتله بنفسك. كنتش أنت اللي قتلته وجاي يتحور؟ تطلع صوتك عليا ولا إيه يالا؟ لا اسمع يا أمين، مصلحة دي أنا راكب فيها قبلك. يعني إيه الكلام ده تايسون؟ يعني اللي بقوله لك كده يا زناتي. راجع نفسك أنت وناسك وتعالى. نورت يا زناتي. طب ما الراجل معذور برضه يا تامر. أنت مستقل باللي هو فيه. أنا أبويا بيقول لي إن الواد زناتي شبح فلوس من تحت راس الحوار ده. بقول لك إيه يا عم شادي؟ ما تحرقش دم انت راخر، انا ماليش فيه. انا لا كنت عايز حد يتقتل ولا حد يلبس تهم. وبعدين عارف دماغ ابويا. ابويا بالنسبه له اللي بيحصل ده بقى فرصه عشان يقدرني ويعمل معايا زي ما بيعمل مع اخواتي البنات. جاي منين ورايح فين واقعد هنا اهون شويه شويه اقول لي اشرب اللبن الدافئ واغسل اسنانك قبل ما تنام. وراجل خايف على صحتك برضه يا تيم. ورحمه امك يا شادي بلاش استظراف عشان انا مش طايق نفسي.
يا عم ما تقفش كده، انا بهزر معاك. المهم انا عايزك تاخد بالك. خد بالي من ايه؟ ابويا عامل فيها حكيم زمان وشارع على ابوك ان هو يجوزك. لا ده مفصيني كمان ان انا لغيك في الحوار. هيجوزوك يا بيضا ويقعدوك في البيت يمكن تتلمي. دمك كده اللي هيجوزوها عشان تتلم. لا اتجوز قال. انا هفضل كده طول عمري داير على حل شعري. اه يا زفلة. تامر، هو انت مش زعلان ان انت ما كملتش تعليمك؟ ولا فارق معايا. عارف انا شادي؟ انا لا عمري هتجوز ولا هخلف. انا ايه اللي خلاني اجيب عيل واعمل فيه زي ما ابويا عمل فيا؟ ادلعه وابوظه، بعدين العل سلسفين اهلك منه باظ، فيصعب عليا ارجع ادلعه تاني لحد ما في يوم يعمل مصيبه سودا فجر عشان اطلعه منها، فرجلي تغرس في مصايب متلتله، وافضل بقى ازله واقطم فيه بقيه حياته. هو اصلا ملوش فيه ولا فاهم حاجه. عشان كده يا اخي انا طول عمري كنت قاعد اقول لك ان انا نفسي ابقى زيك، طيب كده وفي حالي. انت ما عملتش مشكله واحده من واحنا صغيرين يا عم. بس انا اعمل ايه بقى؟ انا جيت الدنيا دي لقيت نفسي كده. مصايب بتجري ورايا. يا عم احنا نقلبها غم ليه كده على المسا؟ وبعدين على فكره بقى، انا اللي طول عمري نفسي ابقى زيك. ياد ما خلص كده وجريء. الله، وبعد ما انت قلت اللي فيها من الاول، هتعيش وتموت على حل شعرك يا سفلة. طب ايه، نقوم نريح جوه؟ طيب بص يا رامي، الهاشتاج ده بقى ترند وسمع مع كل الناس، بس ما ينفعش نسيبه كده عشان ما يكونش زي اي حاجه في البلد دي بتطلع 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 وبتنزل على ما فيش. اوكي، والحل ايه؟ الحل ان الهاشتاج ده بقى يكون كل فترة عليه حاجة جديدة، يعني صورة، فيديو، حوار بين اتنين بيتكلموا مع بعض. اه طيب، يعني اصور فيديو تاني مثلا لمزياد؟ لا، ما هو الفيديو كده كده لسه موجود. طب يا جميلة، ما تفهمني نعمل ايه يعني؟ بص، احنا محتاجين فيديو للطفي ابو المجد بيتكلم فيه مع ابنه، ويكونوا بيتكلموا فيه عن موضوع الرشوة. اه، انت عايزة تبين للناس يعني ان هو مش بس قاتل، وكمان فاسد. بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله. صباح الفل يا سليم باشا، شكل سعادتك ما نمتش يعني. صباح الفل يا حوده، تعالى. جاهز يا حوده؟ امرني سعادتك. كنت عايزك تراقب لي حد، تعرف لي عنه كل حاجه، بيروح فين، بيجي منين، عايز خط سيره بالميل، تقدر؟ صح سعادتك تسال السؤال ده سليم بيه، انا حوده سيطره عم الجدعنه، بعون الله عندي القدره انقل لك المباراه كانك بتتفرج على الماتش وقتي. بس سعادتك يعني مين اللي انا هراقبه؟ العميد صلاح الطوخي. صلاح بيه في التواب؟ موجوده في المكتب، اتفضل. خير يا فندم. صباح الخير يا وليد. ايه، تشرب قهوه معايا؟ نخليها شربات بقى يا باشا. ايه، الحاجه هيتجوز تاني ولا ايه؟ لا يا فندم، عرفنا مكان سليم. اخيرا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا سليم بيه؟ هي الدنيا اتقلبت ولا ايه اللي جرى؟ بقى لسه حوده سيطره، هو اللي هيراقب صلاح باشا اللي قد الدنيا دي كلها، وانتوا فاكرينه عيل مسجل؟ ده ظابط. بقول لك يا حوده، هتعرف تعملها ولا نشوف حل تاني؟ سعادتك يعني مفيش مشكله، بس هو في ظابط بيتراقب؟ اه، مره ظابط بيتراقب. انا مش عايزك تخاف، قول لي انت امين وانا افهمك تعمل ايه بالظبط. راقبت سعادتك. تمام، ركز بقى معايا عشان تفهم. انا بصراحه باشا ما كنتش مصدق ان الموضوع الهاشتاج ده هيجيب نتيجه بسرعه كده. لا انا بقى كنت مصدق جدا، بدليل انه جاب نتيجه بالفعل. يعني سعادتك عاجبك اللي بيعملوه العيال دي؟
ايوه عاجبني. انت بقى مش عاجبك في ايه يا باشا؟ العيال دي مش متربيه وعايز تتربى. لا 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 لا، واضح انك فاهم التربيه غلط خالص. انت قديم. التربيه عمرها ما كانت شده وضرب وحاجات من الكلام الفارغ ده. التربيه نوع من الوعي والفهم. لازم عندك وعي وفهم اللي انت بتربيه عشان هو كمان يبقى عنده وعي وفهم انه احترمك. مش عارف بقى سعادتك، لكن انا عارف كويس، بدليل ان الهاشتاج بتاعهم ده هو اللي وصلنا لسليم الانصاري. اهم حاجه يا حوده في كل اللي قلته لك لازم تخلي بالك، اوعى صلاح يشوفك او حتى يلمحك. صلاح ظابط مش سهل، تفهمني؟ في حد طالع. We'll be right back.